بالمنطقة الصناعية كوينين بولاية الوادي، تنشط هذه الشركة المختصة في الطباعة وتصنيع علب كرتون التعبئة والتغليف، بالإضافة لمعالجة وحقن البلاستيك بتصاميم عصرية وبجودة عالية. هي أولاً مؤسسة أنشئت عام 1998، وكانت متخصصة فقط في صناعة البلاستيك. ثم في 2003 استثمرنا في توسعة وأضفنا إلى نشاط الطباعة وصناعة الكرتون وصناعة العلب. ثم قمنا بتوسعة أخرى في 2020 لصناعة الكرتون المموج. هنا داخل هذا المعمل أزيد من 100 شاب مؤهل من مختلف مناطق الوطن يعملون كخلية نحل، كل حسب اختصاصه، بين التصميم واختيار أجمل الأشكال والألوان باستعمال أحدث التقنيات التكنولوجية التي توفرها هذه الماكينات العصرية. أول خطوة في الإنتاج هي خطوة ما قبل الطباعة. في هذه الخطوة نقوم بتحضير كل الأدوات والآلات والأدوات والآلات اللي تدخل في ضمن الإنتاج، مثلا في صفائح طباعة، أدوات القص، كلها يتم تصميمها هنا محليا. ثم يبدأ الإنتاج. عندنا اثنان آلتين أوفست للطباعة، واحدة 5 ألوان وواحدة أخرى 6 ألوان، وتعتبر من أحدث الآلات في العالم. ثم عندنا 4 و5 آلات للقص وآلتين للصق. معناها أولا طباعة ثم القص وثم اللصق. فيما يخص التصميم الاولي او الميزون فوليم اللي نديروه للكليون، عندنا برنامج متخصص في جميع انواع العلب المتواجده، ونقدر لنا شخصيا ندير تصميم خاص بحيث ان نغير على ما ينتجه البرنامج، ندير له حاجه خاصه تخص الكليون في حد ذاته. هذا فيما يخص الشكل اللي بلافورم ديكو تاع العلبه في جميع اشكال العلب. فيما يخص الالوان ولا الشكل اللي تخرج به الباطة، كاين الكليون يجيب معاه التصميم تاعه حاضر، وفي حاله اني نخدم له التصميم يكون كفكره، ولا ناخذ نستوحي التفكير الفكره اللي يجيبها الكليون، يعطيني رايه واش حاب ابيبري يعني، ونين نحاول نهذب له الفكره ونعطيه شكل يقبله، وندير له اكثر من اقتراحين او ثلاثه، ونعطيه الفكره باش يخير واحد منهم. إذا كان عنده تغيير ولا تصحيح ولا يقرب حاجة ولا يبدل اللون، نحاول نعطيه فيما يساعد ولا يخرج في مضمون العلبة. معناها ما نقدرش نديروا حاجة ما تجيش، ولا نخدم له حاجة اللي تكون متواظبة وتكون مودرن، معناها تواظب للعصر. يوجد مراحل أخرى، مثلا تصفيح يحطوا فيها فيلم دو بيليكيلاج يسموه، تصفيح بالفيلم الشفاف. عندنا ايضا التذهيب الحراري، عندنا البراي اللي هو لغه المكفوفين. في كل مرحله في مراحل الانتاج كاين الكونترول كاليتي اللي هو مراقبه الجوده. اذا احنا نراقب المنتوج في كل مرحله من المراحل حتى يصل الى المرحله النهائيه. ثم بعد المرحله النهائيه كاين مراقبه الكميه والنوعيه، وثم يرسل إلى الزبون.
بهندسته المعمارية الملائمة وطريقة بنائه الواسعة، يوفر هذا المصنع جواً مساعداً ومحفزاً على العمل، ليضع العمال في أحسن الظروف ويشجعهم على مضاعفة الإنتاج. طبعاً المنطقة تاعنا منطقة جافة وساخنة، معناها الارتفاع هذا عاوننا أن نقص الجو الساخن ولا الهواء الساخن يطلع يرتفع إلى الأعلى وتبقى تحت معناها جو مقبول، وأيضا ارتفاع مساحات الإنتاج باش نوفروا جو مناسب للعمال، لأن الجو الساخن ولا الهواء الساخن يرتفع للأعلى ويبقى معنا جو مناسب للعمال في الإنتاج. خريج معهد تكوين اختصاص فنون الطباعة، التحق بالشركة هذه سنة 2017، الحمد لله معنا وفرنا ولقينا فيها الخبرة تاعنا، ودينا فيها خبرة على الآلات حديثة في التقنية، ديت فيها خبرة لمدة 7 سنين خبرة. الآن الحمد لله راني احنا حاكم قسم تاع مسؤول الجودة في المطبعة، خصوصا اختصاص المطبعة هنا. الحمد لله وفرت لنا، كانت مكسب لنا الشركة هذه في المنطقة تاعنا، كانت مكسب كبير لنا حكم مناصب العمل اللي كانت مفقودة وكانت ما كانش. الحمد لله اليوم رانا في منصب عمل، وفرت لنا الشركة تاعنا معناها مناصب ذات خبرة ذات الحمد لله يعني. رفع وتيرة الإنتاج وتوسعة المشروع أهداف يسعى مسؤولو الشركة لتحقيقها في ظل الظروف الحالية المشجعة على انطلاقة فعلية للصناعة المحلية. والله الإدارة المحلية مقدمت لنا تسهيلات في مجال الاستثمار، على العموم مساعدين جدا معنا في الاستثمارات نتاعنا ويتماشوا معنا ويدعموا فينا ان شاء الله في استثماراتنا. والله احساس بالفخر، لاننا احنا الهدف نتاعنا الاول كي جينا كي بدينا احنا المطبعة حبينا نديروا منتوج ذو جودة عالية وبسعر معقول، لان قبل كان اغلب المصنعين يستوردوا من الخارج، وحنا كي بدينا حنا كنا اول مطبعه في الجنوب هنا في الواد. الطموح تاعنا نزيدوا نوسعوا الانتاج، نزيدوا نوسعوا نديروا استثمارات اخرى في نفس المجال تاعنا، ولما لا نصدروا الى الخارج. مثل هذه الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل تجد اليوم دعماً حقيقياً من طرف الدولة الجزائرية لإعطاء دفع قوي للتنمية الصناعية وترقية الإنتاج الوطني.